كابتن حسام حسن. ايه كابتن حسام حسن؟ معظمكم يعني الناس ما بتجيبناش على حد. طيب طالما انت حضرتك يعني ده طلبك وتم الاستجابه لهذا الطلب، جميل جدا، يبقى حضرتك بقى كمان اعمل اللي عليك. احنا عايزينك الراجل المدرب ده يحس ان الناس وراه، يحس الناس بتشجعه، يحس الناس بتسنده. طب الناس هتسندني ازاي؟ انا على السوشيال ميديا؟ لا فرحتي. انا عايزك، انا ما بقولكش روح انت في حسام خالص، روح انت في مصر. الامن سمح ب 30,000، ال 30,000 يحضروا بعون الله المباراتين. ان شاء الله نكسب، نلعب الختام، وحتى لا قدر الله، يعني انت لو حتى لا قدر الله خسرت ان شاء الله هنكسب، يعني هتلاعب يا اما تونس يا اما كرواتيا. فماتشات لسه بنقول هادي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فانا مش هقدر اترجى الجماهير، لانه ما ينفعش ان انا اترجى جمهورنا. طبعا ما ينفعش، عادي يا كابتن شوبير، نزل اي حد يا كابتن شوبير عادي، يعني نزل موظفين من بتوع الشركات الخاصه، نزل اي حد، ما عادي يا كابتن، مش لازم يعني يبقى في جمهور بجد يا كابتن، عادي. يعني من امتى لا مؤاخذه يعني جمهور الكوره في مصر ليه طالب اللي هو انا مش هقعد اترجى؟ امال ما تترجاش الجماهير، امال تترجى مين؟ يعني امال انتوا ما تترجوش الجماهير، امال تترجى مين؟ يعني نقعد نترجى في رمضان صبحي عشان يرجع الاهلي، نقعد نترجى في مش عارف مصطفى شوبير عشان يجدد.